وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر يستقبل وفد السوريين المغتربين الذين يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة التضليل الإعلامي ونقل الصورة الحقيقية عما يجري في البلد الأم سوريا. أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن السوريين في دول الاغتراب يؤدون واجبهم الوطني في مواجهة التضليل الإعلامي ونقل الصورة الحقيقية عما يجري في سوريا. وخلال استقباله وفدا لمغتربين سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، قال حيدر إن مشروع المصالحة الوطنية عزز شبكات التواصل داخل المجتمع السوري وأسهم في ترسيخ ثقافة التسامح، وأثبت أن المصالحة الشاملة نصر لسوريا. الكل بيعرف أنه اليوم الوفود الاغترابية اللي بتزور سوريا من الخارج بتحمل معها مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، مردها غيابهم الطويل عن واقع سوريا وما يحصل في سوريا، وحملات التضليل الإعلامية اللي بتطال السوريين قبل أن تطال أبناء المجتمعات اللي بيعيشوا فيها في الخارج لنقل صورة مشوهة عن سوريا. فبيكون المهمة الأساسية بمثل هذه اللقاءات هو نقل توضيح صور ملتبسة على وفودنا الاغترابية، نقل صور حقيقية، تحميل مغتربين العائدين إلى مجتمعاتهم اللي موجودين فيها. نحن يعني في أعضاء من الوفد إجوا أكثر من مرة، بس قررنا أنه بدل ما كل واحد ينزل لحاله بالصيف ننزل كمجموعة بنعمل صدى أكبر وبنزور وبنشوف شو عم يصير. وطبعا هالزيارة فيها شيء أهم، يعني أنه تقريبا قربنا يعني بشائر النصر، عم نجي كل فترة يعني. بس الهدف من زيارتنا أول شيء أنه نأرجي للعالم كله أنه نحن مع بلدنا، نحن دائما هون موجودين وبدنا نجي نكون جزء من الشعب يعني السوري. زياراتنا للوطن كل سنة عم تكون مرة بالسنة أو أكثر من مرة بالسنة، هدفها أنه يعني ناخد أو نشوف الأمور على حقيقتها بالبلد اللي مغفولة عن الإعلام، اللي ما لها موجودة بالإعلام، ما عم تصل للناس بطريقة صادقة. طبعا بالتضليل الإعلامي الكبير اللي عم بيصير وبصعوبة أحيانا وصول إعلامنا الوطني للخارج. المغتربون السوريون في مختلف أنحاء العالم يتمسكون بانتمائهم لشعبهم ودولتهم ويدافعون عن وطنهم رغم كل الضغوط التي تعرضوا لها في دول الاغتراب. اجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة مع كافة الجهات المعنية لإعادة الإعمار في محافظة حمص بهدف إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية في محافظة حمص. اجتمع وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بكافة الجهات المعنية بحضور محافظ حمص طلال البرازي في مبنى المحافظة. هناك حجم دمار كبير في هذه المدينة، هناك مخطط تنظيمي صدق واعتمد لمنطقة بابا عمرو السلطانية في هذا مشروع كبير جدا. اليوم في مناطق عم نفكر فيها ممكن تعديل ضابط البناء أو تعديل تنظيمه من أول وجديد، إعطاء بعد تنموي يحقق هذه الغاية. كان اجتماع مفيد، لحنا حددنا فيه أكثر من منطقتين لدراستهم للانطلاق بشكل مباشر في عملية أن تتم عمليات البناء من قبل أصحابهم في الدرجة الأولى بعد أعطاء المحفزات أو من خلال مستثمرين أو مطورين عقاريين، لأنه مثل ما بنعرف أنه في مناطق هي جاذبة، هي حاجة للمدينة، في أسواق، في مناطق تجارية يجب أن تعود الحياة فيها إلى مدينة حمص كما كانت وأفضل من السابق. الحقيقة نحن اليوم اجتماعنا هو سلسلة لاجتماعات متتالية عقدت منذ أكثر من عام لوضع رؤى لمدينة حمص ضمن المخطط التنظيمي العام. طبعا نحن فينا نعرف أنه المدينة بتضم عدد من الأحياء، في بعض الأحياء متضرر بالكامل، وبعض الأحياء بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم، وبعض الأحياء بحاجة إلى إضافة تخديم وبنى تحتية وتجميل واجهات. الحقيقة المواضيع الثلاثة بدهم يمشوا على التوازي فيما يخص إعادة الإعمار وإعادة التأهيل. مناطق جورة الشياحة وباب هود هي المحطة الأولى
لنقطة انطلاق إعمار المدينة كونها مناطق حيوية تخدم وسط المدينة وجاذبة للمستثمرين. المهندس حسين مخلوف أكد أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة جاهزة لتقديم كل التسهيلات للبدء بعملية إعادة الإعمار بحمص. هالانطلاقة تشكل نقطة جذب للمواطنين، نقطة جذب للمستثمرين، إظهار حمص كمحافظة وكمدينة هي بدأت في عملية الإعمار بشكل جدي. هذا الموضوع يحتاج إلى طبعا تحضيرات مهمة، بالتأكيد هي من هالتحضيرات هي تحديد الأولويات، هي تحديد الأولويات كمناطق لإعادة الإعمار، تحديد الاحتياجات لهذه الأولويات للمناطق طبعا التي سيتم إقرارها على أنها سيتم تنفيذها وفق مراحل مبرمجة. من خلال لجنة شكلها السيد المحافظ من حوالي سنة وأربعة شهور، وفريق عمل بيبلغ حوالي 51 مهندس ودكتور جامعة، قمنا بالعمل بدراسة تطوير العقاري لبعض الأحياء المدمرة في مدينة حمص، وإحياء نظام الضابطة المعتمد بال 2011 لبعض الأحياء المستقرة. طبعا هذا تمخض عنه مثل ما شفنا بالمركز الثقافي من حوالي أسبوعين، عرض شامل لرؤية شاملة تخطيطية تنظيمية لمدينة حمص بشكل كامل. حمص بعد انتصارها على الإرهاب بفضل تضحيات بواسل الجيش العربي السوري تتحضر بخبراتها الوطنية لتعيد أعمار المدينة وتعلن نصرا جديدا بسواعد أبنائها. اجتماع موسع لمحافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة مع اللجنة المشكلة لمتابعة أمور الشهداء والجرحى وذويهم لتقديم كل ما هو ممكن لضمان حقوقهم. بهدف العمل على تطبيق القرار المتعلق بالشهداء والعسكريين والمدنيين والجرحى والمفقودين، عقد اجتماع موسع لمحافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة مع عدد من المعنيين في اللجنة المشكلة من قبله لتقديم كل ما هو ممكن لضمان حقوق الشهداء والجرحى. كان الاجتماع اليوم هو الحقيقة التشبيك ما بين المعنيين بشؤون الشهداء، سواء بالنسبة لرفقاتنا بفرع الحزب، حزب البعثاء بالاشتراكي عندهم ملف الشهداء المدنيين، أو بالنسبة لموضوع شهداء الدفاع الوطني حضر أيضا ممثل عن الدفاع الوطني، إضافة لموضوع حضر أيضا حضر الاجتماع مندوب من مكتب شؤون الشهداء بدير الزور، إضافة لمجلس المدينة اللجنة المشكلة هذا الموضوع أيضا حضرت، إضافة للجنة المشكلة بالأمان العام أيضا لمتابعة موضوع شؤون الشهداء وجرح الوطن والمفقودين. مداخلات الحضور تركزت على عدة مطالب، منها ضرورة أحداث مكاتب لشؤون الشهداء وتشكيل آلية لقاعدة بيانات ترتكز على أساس متين في توخي المعلومات والدقة حسب توفرها، وتسجيل ذاتية لكل شهيد وجريح ومفقود، وتوثيق حقوقهم، وتقديم فرص العمل لذوي الشهداء. الغاية من هذا الأمور هو الاهتمام بوضعهم، موضوع الموائم أيضا لمن عجزهم أكثر من 80% من خلال مجلس الطب العسكري، سيتم تعيين لهم مرافق قد تكون والدته أو قد تكون زوجته أو أحد أفراد عائلته، إضافة لتشجيع جمعيات كما لاحظتم اليوم تم طرح موضوع أن يكون هناك جمعيات تعنى بجرح الوطن وتعنى بشهداء الوطن. في نهاية الاجتماع حث محافظ دير الزور على اتباع الإصرار والجدية والعدالة في هذا المشروع الوطني ووضع برنامج أساسي لما يتعلق به. قامت مجموعة بصدورنا نحمي مؤسساتنا بتنفيذ مسير بطول 4 كيلومترات بدءا من مفرق صلخض على طريق دمشق السويداء. نظرا لكثرة الاعتداءات والجرائم، قامت مجموعة بصدورنا نحمي مؤسساتنا بتنفيذ مسير بطول 4 كيلومتر بدأ من مفرق صلخض على طريق دمشق السويداء. نحن منتشكرين كلياتين، والعلم منحطه على راسنا ومنفديه برواحنا كمان، وارواحنا فدا البلد وفدا هون لأهالي الشهداء وفدا كل مواطن شريف بهذا البلد، ونحن راح نضل ثابتين على هذا الطريق ورواحنا نقدمها فداء لهذا الوطن. رمزية العلم هو العلم اللي لفت فيه أبنائنا،
اللي استشهدوا. طبعا نحن من أسر الشهداء وانضمينا لصدورنا نحمي مؤسساتنا لحتى نكون إيد وحدي، ومشان دم شهدائنا ما يروح هدر، لنحمي أرض هالوطن. وقدمنا للعلم للجيش العربي السوري لأنه هن عم بيدافعوا عن وطننا وعن تراب وطننا، الله يحميهم ويرحم الشهداء. نحن جينا نشارك اليوم بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، وزرنا مقابر الشهداء وقرينا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ونعتز بهذا اليوم، ونحن لنا الشرف بنحمي مؤسساتنا ومع إخواننا الذي قاموا بدورهم بدورنا نحمي مؤسساتنا، ونحيي الجيش العربي السوري ونتمنى له النصر الدائم ومنصور إن شاء الله. نحن ضد أي عادات دخيلية على محافظتنا، ضد الخطف، ضد الوصولية، ضد استخدام الآخر للحصول على أموال غير مشروعة، وبتمنى أنه العالم كلها تلبي دعوتنا وترجع لرشدة اللي انحرفت عن طريق الخطأ. أولا الخطف هو عملية سلب واغتصاب، هو سلب الحرية واغتصاب بكل ما هاي الكلمة معنى. هذا الحكي لغويا وتاريخيا ودينيا وشرعيا، فنحن من واجبنا أن نقاطعه ونضرب على الإيد اللي عم تقوم بهاي الممارسات من حديد، لأنه هاي الممارسات هي خارج نهجنا، خارج إرثنا، خارج حضارتنا. اجتماع في نادي الشهبة الرياضي ضم نخبة من أبناء مدينة الشهبة وعدد من أعضاء المجموعة، حيث أكد الجميع في بيان رفضهم الكامل للعمليات الإجرامية والاعتداءات وضرورة العمل على توحيد جهود المجتمع المحلي ومساندة الجهات المعنية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة. اختتم المسير على أحد حواجز الجيش العربي السوري ومعايدتهم بعيد الجيش وتقديم علم باسم المجموعة وأهالي شهداء شهبة كعربون شكر للجيش الذي قدم الغالي والنفيس لحماية الوطن. تحت عنوان من يرعاك لن ينساك، قام تجمع شباب المجتمع المدني في الحسكة بتوزيع 100 حصة غذائية لعائلات النساء الأرامل والأطفال الأيتام من أحياء مدينة الحسكة. تحت عنوان من يرعاك لن ينساك، قام جمع شباب المجتمع المدني في الحسكة بتوزيع 100 حصة غذائية لعائلات النساء الأرامل والأطفال الأيتام من أحياء مدينة الحسكة. هذه المبادرة تأتي كل شهرين للأسر الموجودة لدينا، حوالي 250 أسرة، كل شهرين تستفيد نصف هذه الأسر من هذه السلال، ونحن متابعون في أكثر من مجال، وهذه ضمن أحد المجالات التي نعمل عليها. هذه السلة تحتوي على مواد غذائية، هي المواد الأساسية بالمنزل، وكمان تحتوي على سلال صحية. طبعا نحن اعتمدنا على تكون يعني من انواع فاخره، يعني الشيء اللي نشتهيه لحالنا عم نجيبه لهي العوائل، عم يعني نامن هاي السله من خلال التكافل الاجتماعي. الهدف الاساسي انه نعتمد على التكافل الاجتماعي، واللي يؤدي الى زياده التماسك المجتمعي في مدينه الحسكه بشكل عام. يعني نحن مو هدفنا انه نعتمد على المنظمات الدوليه، لا، نحن نعتمد على ناسنا، على اهلنا التجار اللي دعمونا بهالمواد في سبيل نوزع للايتام ذوي الاحتياجات الخاصه بالمدينه. المشاركون أكدوا أن السوريين اليوم يضعون يدهم بأيدي بعض لتخفيف آثار الحرب والإرهاب الذي تضرر منه المجتمع، وهي رسالة صمود وتحد للاستمرار في المقاومة رغم كل الظروف. نحن متوحدين مع بعض، نحن شعب محافظة الحسكة بجنب الدولة العربية السورية كله، نحن إيد وحدة نتعاون مع بعض. يعطيهم العافية والله يوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله يظلون بخير وسوريا بخير. يعني سوريا ان شاء الله يضل خير هيك يا ربي، ويضل الشباب هيك مجتمعين زاد خير ان شاء الله، ويعني سوريا كل ما يروح شوي يصير احسن من اوله، وما مع اليتامى ومع الارامل زاد. الحمد لله كلنا ايد وحده، والله يعطيهم العافيه ويوفقهم، قام يساعدونا حيل، ويعني ايش احتياجاتنا ومطالبنا كلهم قام يحققونها. المبادره تهدف لتعزيز قيم التلاحم الوطني والمجتمعي وارساء مفاهيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المواطنة الصالحة في ظل الحرب.